Est-ce que c'est possible de supporter l'Algérie avant tout pour gagner la Coupe d'Afrique, Inch'Allah? Bah, on fera le maximum et puis on verra ça dans quelques jours. Il y aura une conférence de presse, donc on pourra évoquer toutes les choses. Voilà, bonne fête de la ville. Posez les questions. La coupe d'Afrique.
استقبلتوا كيف نخبه وطني جديد وش المطالب تاعكم مش تحدث معاكم وش قلتوا السلام عليكم انا كمناصر وفي الفريق الوطني معروف كل ما يجي جوار ولا اونترينر نستقبلوا بالورد وندير له الوشاح تاع الجزائر وتحدثت معاه قلت له اسكو سي بوسيبل معاك انت ان شاء الله ندوا لاكوب ان شاء الله على ربي وهنا بنعطوا نظره مليحه الانصار المنتخب الوطني فوالا مربين ومثقفين وصافي كنت تستناو مع هذا المدرب الجديد بعد ما مع الي روزيتش وصلنا للدور الثاني في كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله فيها خير نورمال فيها خير ان شاء الله على ربي السلام عليكم نشكر لها الدفعه التغطيه تاعها هذه حنا جينا في استقبال المدرب الوطني الجديد باش نبينوا له حنا انا انصار اوفياء وانا متمنين من المدرب الوطني كما راكم شفتونا تحدثنا معاه نبينوا له باللي حنايا راح نساندوا حتى الدقيقه التاليه من المباراه راح نساندوا في كل مباريات تاعنا وراح نتنقلوا الى باذن الله الى حنا نستناو منه لاكوب دافريك وهذه لاكوب دافريك انا قلت له قدامكم قلت له كوتش قلت له لاكوب دافريك هذه لاكوب دافريك اللي ديناها باذن الله نهدوها للشعب الفلسطيني لانه ولا غير حنا كانصار المنتخب الوطني ولا غير ما ولينا ما نقدروش نشوفوا ما نقدروش نشوفوا الصهيونيين يعذبوا في خاوتنا في غزه سما حنايا كمناصرين انا حابين هذا انا حابين نطلبوا من المدرب الوطني الفوز تاعو راح نهدوه للاطفال في غزه الاطفال ونشكركم نتوما الهداف على التغطيه تاعكم ولا غير هذه الهداف ولا غير صافي بليزير ملي اول نبقى ونشوفوا غير في قناه رياضيه اجنبيه الحمد لله يا ربي اللي ربي سخر لنا هذه الهداف يتغطي التغطيه المناصرين وتنقلت معنا لكل اماكن حتى في البرازيل ولا غير نشكركم ونشكر كل الصحافه تاع الهداف وتحيا غزه وتحيا فلسطين وتحيا الشعب